لو الحكاية فيها إن فيتو. لذلك جي على الكلمة أنك لا تنازل في الكلمة. شوف العبادات أركان الإسلام، ربنا يأثر ولين الموضوع. جي على الكلمة قالك هتقول الكلمة دي هتسأل وتحاسب عنها يوم القيامة. لسانك حصانك، إن صنت صانك ونهنت هانك. الكلمة اللي بتقولها دي هي اللي بتودي جهنم، الكلمة اللي بتقولها. عشان كده الموضوع مهو سهل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لمعاذ كف عليك هذا، وراح مطلع لسانه كده وقاله الله. وهل يؤاخذ الناس يوم القيامة بما يقولون يا رسول الله؟ قال له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم.